معايا في وصفة جديدة من وصفات ملح وسكر. اليوم اختاريت نقدم لكم واحد الرغيفه كبيره مورقه واللي غادي تكون ان شاء الله فيوتي. هذه الرغيفه هذه اللي غادي تدخل فقط للفران. اذا غادي نتابعوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. كتشوفوا معايا هنايا عندي مجموعه من المقادير واللي هي بسيطه جدا. كنحتاجوا هنايا نص كيلو ديال الفرص، دقيق الفرص الابيض، عندي هنايا واحد المعلقه وزايده شويه ديال الخماره ديال العجين، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، عندي شويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الزبده لينه بحراره الغرفه، وعندي هنايا الماء الكافي اللي غادي نعجنوا به هذه العجينه هذه. اول حاجه كنحضروها وهي نحضر واحد القصعه. هنايا غادي نديروا واحد شويه ديال السكر مع الخميره ونخلطوا مع الماء باش تطلع لنا دغيه هاد المدافئ طبعا، لان الحال راه بارد. وناخذوا هاد الدقيق هذا غادي نصوبوه في القصعه، غادي نزيدوا عليه نجوفوه هكذا، غادي نزيدوا الكميه ديال الملح اللي تكفينا باش يجينا المذاق ديالو مزيان. غادي نديرو هنايا هاد السكر سنيده، وغادي نوضعو هاد الزبده هادي في الوسط. حاجه غادي نقومو بها وهي اننا غادي نبسو هاد الدقيق هذا بهاد المعلقه الكبيره ديال الزبده باش تدخل هاد الزبده كامله في هاد الدقيق على ما تطلع لينا الخميره. غادي نبقى نبسس هكذا بهذه الطريقه هذه، ونبقى نزيدو هاد الكميه ديال الخميره اللي صوبتها مع الماء. غادي نبقى نزيد شويه بشويه هكذا وانا كنعجن حتى نكمل الكميه بعدا ديال الخميره مع الماء. ديك الساعات غادي نبقى نضيف المقدار ديال الماء اللي عندي دافي بحال هكذا مع العجن هكذا، ما خصناش نجريوها وما خصناش نقصحوها، المهم بحال الشكل ديال الرغايف، غير هما غادي يكونوا شويه شادين في راسهم، ما يكونوش خفاف بزاف. غادي نبقى نعجن حتى تلملي العجينه ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي يجي الشكل ديالها. العجينه ديالي راني عجنتها مزيان وعطيتها دليك مزيان، غادي نبقاو نزيدو شويه بشويه الماء باش ترخف لينا الا كانت عندنا قزحه. لاحظوا ان العجينه ها نتوما ما كتلصقليش في اليد هكذا، بغيتها انا يعني باش غادي تجي مزيانه ملي غنكونوا غادي نقطعوها كريسات. الان ما غاديش نقيس فيها، غادي نغطيها بواحد لو طورشون ونخليها تخمر على خاطرها المرحله الاولى ديالها ديال الخمير، ومن بعد نتلاقاو باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نقطعوهم كريسات. معايا هنايا العجينه ديالي راها خمرات، هانتوما كتشوفوا تبارك الله خمرات. غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الزيت هنايا باش غادي نقطعوا هاد الكريسات هادو. غادي ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت ونحاولوا نقجوا هكذا العجينه، هانتوما كيف كتشوفوا نقشوها على حسب ما بين 6 و 7 ديال القرصات فقط، نحطوهم غير هكذا في القصعه ما كاينلاش نكثروا علينا الماعن. اذا غادي نديروا لهم غير هكذا وغادي نشوف نقيسهم على حسب 6 اولا 8 ديال القرصات. اذا غادي نكملوا، اذا عندي هنا 4، عندي هنا 5، هنا عندي 6، اذا 7 8 هي هذيك، غادي يجيوني 8. غادي نقادر انا هاد نقاد هاد الكويرات باش يجيوني حتى قاده وحده، ونتلاقاو باش نشوفوا المقادير اللي غادي نورقوا بهم هاد الكريسات هادو. نحتاجو كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا واحد الزلافه خلطت فيها 5 ديال المعالق كبار ديال
سكر سنيده، عندي 5 المعالق كبار ديال نواد كوكو اللي هو جوز الهند، وعندي واحد الساشيه ديال سكر الفانيليا. اذا غادي نفتحوا هنايا سكر فانيليا، غادي نزيدوه مع هذا الخليط هذا باش غادي تعطينا النكهه. اذا حنا غادي نعوضوا كيف كتشوفوا دائما في الرغيفات ديالنا اننا كنرشوا السميده اولا كنرشوا الفينو. هنايا غادي مادام انها رغيفه عندي كبيره معسله غادي نرش الكوكو ونرش السكر سنيده والفاني. هنا عندي كميه ديال الدهن اللي غادي نورق به هاد الكريسات. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال الزيت. اذا غادي تعبروا الزيت، المهم قد الزيت قد الزبده، غادي نذوبوهم على نار مهيله وغادي نحصلوا على هذه النتيجه هذه باش غادي نورق هاد الكريسات امامكم. والكريسات ديالنا خلاص ها هما بداو كيخمروا. شرعوا على بركه الله، ناخذوا كميه ديال الزيت، ضروري يكون الزيت هو الاساس في الارضيه ديال التسريح ديال هاد الكريصه هادي. ناخذوا الكريصه ديالنا الاولى اللي خامره، نغطيو الباقي ما تبقى من القرص باش ما يبردوش لينا. غادي نبدا كنسرح انا في هاد الكريصه في نفس الوقت كنغمس يدي في الزيت والزبده. اذا في الارضيه كنديروا غير الزيت، وفي التسريح كنديروا الزيت والزبده. غادي نبقى هكذا كنسرح فيها مزيان هكذا حتى ترقاق لي بحال هكذا. غادي انا نكمل نسرحها مزيان ونرققها باش ما تجينيش غليظه هكذا. بنفس الطريقه نمشي عليها هكذا حتى نكمل هاد الجوانب وما تبقاليش غليظه على هذا الشكل. الا تقطعت ماشي مشكل، العجينه هي هذه. غادي نبقاو غير حيت انا دابا كنزرب، نتوما خذوا الوقت ديالكم. هكذا كنسرحوا في هذه الاثناء هذه غادي نرش، غادي نرش بالكوكو هنايا في الوسط، غادي نرشوا هكذا بهاد الحشوه اللي عطيتكم ديال الكوك وسكر سنيده والسكر الثقيل، ونطويو هاد الجوانب هادو. غادي نطويوهم هكذا ونبقاو كنسرحوا عادي بحال كنعملوا اي رغيفه هكذا. نسرحوا غير بشويه، نجبدوا الجوانب مع بعض هكذا. اذا كنديروا غير في الوسط الجوانب، ما نديروش السكر والكوكو. اذا غادي نطوي بنفس الطريقه هكذا، ونطوي على 4 بحال هكا، ونخليها ترتاح في واحد اللاطه حتى نكمل العجينه الثانيه بنفس الطريقه. معايا سرحت العجينه او الكريصه الثانيه بنفس الطريقه اللي سرحت الاولى. غادي ندردر عليها هنايا الكوك والسكر. يعني غادي نورقوا حنايا بالزبده وندردروا هاد الكميه هنايا بحال هكا. غادي ناخذ الرغيفه الاولى اللي كنت صوبت وغادي نعملها في وسط هادي، ونقلب عليها العجين. غادي نقلب عليها بهذه الطريقه هادي، يعني وحده غادي تجي في قلب الاخرى بهذه الطريقه. وغادي نخليها هكذا وندور بنفس الطريقه هكذا ونحطها ترتاح. اذا العجينه او الكريصه الثالثه نفس الطريقه، ناخذها ونسرحها على الطاوه او على الطبله عفوا، وكان نديرها بنفس الطريقه، نسرح وندردر ونعمل هذيك الكبيره في وسط هذه، ونطوي بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الكريصات كاملين اللي عندي. ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نشكلوها في اللاطه اللي غادي تدخلنا الفران.
معايا هنايا الكريسات ديالي راني ساليتهم بالتوراق، دهنت هنايا اللاطه اللي غادي نعملها فيها. هنايا غادي نقلب هذيك الخبزه اولا هذاك التوريقات اللي كنت درت وحده في وسط وحده، غادي نقلبها باش داك العيوب كامله تكون من التحت، وغادي نبقى نضغط عليها غير بشويه ما حدها هي ترتاح وتخمر، انا غادي نبقى نضغط عليها هكا حتى تاخذ لي الفورمه اللي بغيت انا، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه. ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي يعني نعملو لها الطريفات ديال الزبده باش غادي ندخلوها الفران ونخليوها تخمر ان شاء الله. قبل ما ندخلوها ضروري نخليوها تخمر، وان شاء الله نتمنى هاد الرغيفه تعجبكم وتجربوها في هاد العيد هذا، ونشوفو مع بعض التتمه ديال الوصفه ديالنا كيف كتشوفوا. بعد ما سرحتها هنا في اللاطه بقيت كندهن بداك الشيء اللي تبقى ليا من الزيت والزبده حتى تسرحت على طول هاد الصينيه هذه. الان غادي نغطيها بواحد البلاستيكه باش تسخن وتخمر ليا مزيان، ونخليها في واحد المكان دافئ حتى يضعف الحجم ديالها، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوا الوجه ديالها قبل ما ندخلوها للفران. هنايا الرغيفه ديالنا الكبيره راها خمرات وتضعف الحجم ديالها، غادي نحاول انني ندردر فوق منها ما تبقى لي من الكوكو والسكر سنيده، غادي نديروا لها هكذا من الفوق، غادي ندردروا عليها مزيان، غادي يعطينا الريحه هذاك السكر فانيليا، وناخذوا الطريفات ديال الزبده هكذا ونبقاو نلوحوهم بهذه الطريقه هذه. من بعد من يدخلوا تدخل هي الفران غادي تذوب. الفران راني شعلته كيف قلت لكم، غادي نشعلوه ديال الغاز اولا كان عندكم ديال الضو غادي ديروا على 180 درجه. غادي نديروا الطريفات هكذا باش تعطينا لا دوغور والقرمشه من الفوق على هذا الرغيفه هذه. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما نخرجها من الفران، غادي نطيبها من التحت ومن بعد غادي نحمر لها الوجه ديالها. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي ديال هذه الرغيفه الكبيره هذه بالكوكو جوز الهند والسكر سنيده. هادي امامكم الرغيفه الكبيره بعد ما خرجتها من الفران وخليتها حتى بردات، دهنت لها الوجه كامل بالمربى ديال المشمش، وعملت لها الخطوط ديال جوز الهند بالطول والعرض، عطاوني هنا على شكل مربعات، عمرتهم كيف كتشوفوا بالكاوكاو بعد ما حمرتو وهرمشتو. هنايا نتوما التزيين كيبقى لكم الاختيار، تزينوا باش ما بغيتو. هاد الرغيفه تاكدوا انها هشيشه بزاف ورطبه، نتمنى انكم تجربوها وتقدموها لوليداتكم في هذا العيد النبوي الشريف، وان شاء الله تفطروا بها في صباح العيد، ونتمنى لكم ان شاء الله شهيه طيبه. طبعا الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تشجعوني وتدعموني بالاراء ديالكم وايضا بالاقتراحات ديالكم. ان شاء الله تعملوا لي لايك وجيم في لا فيديو، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى بحول الله.